مسلسل اسمه ناسا، كان ناسا وحاجة كده ناسا. مسلسل ايه خليجي يعني؟ مسلسل معرفش، كان زي حواء بقت تقول لي امي ان هي شالته زي اللي في المسلسل يعني، كان شايله جوزها كان شايله ابويا على ظهرها. شوفي ربنا جعل ايه. وابويا لما رجع من الحج ما لحقش ربعا يعني، مات يا روحي الله يرحمه. هو عايشه امي، وابويا اللي جه من الحج ربعا ما ربعانش كمان يعني، ايه عارفه بعد مش بعد حتى 40 يوم. يعني قصدك ان هو رجع من الحج قبل 40 يوم اتوفى. عايزه احكي لك ان حاجه بقى عشان اقول لك الحاجه المهمه اللي كان لازم اقولها لك، ودي ما طبعا ما حدش عارفها بس انا هقولها لك. قولي لي حبيبتي يعني برضه، قولي لي وبيني وبينك العالم العربي وانا هديك الضربه دلوقتي يعني هديك ما حدش هيعرف. اقول لما ابويا سافر ورجع كنت انا فين بقى؟ فين؟ كنت انا وامي يعني، لما رجعت امي رحنا على ليبيا عملنا الرساله. فلما جه من مصر راح قعد عند مين؟ عند مرات ابويا. فلما رحنا نعمل رساله اليوم اللي رجعت فيه جابوا ابويا من عند مرات ابويا البيت اللي انا ساكنه فيه انا وامي. فضل ماسك عشان ما يشيلوهوش، عشان انا قلت لك ان كان بيطبق الفضه في ايديه وكان يشيلني من هنا. مش هين عليه انه يبقى ضعيف قدامنا، ففضل ماسك في ايد الاسانسير كده عشان يطلع فوق. مات بعدها باربع ايام. يا روحي الله يرحمه. طلب مني ايه بقى؟ قال لي هطلب منك طلب، انتوا كلكم الاربع او ال 12 عيل عايزك تكونوا حواليا، وعاوز اتنين الضراير بقى لامي ومرات ابويا عمرهم ما اتقابلوا مع بعض وقعدوا كده مع بعض. فكان عايزهم يجوا كلهم في بيتك. في البيت اللي انا كانت امي عايشه معايا بقى في البيت. كمان اني ايه اجيب مرات ابويا في البيت بقى. في مامتك وافقت؟ بالعافيه بقى. يعني هي وافقت ان انا اجيبهم. جبتهم بالليل. ابويا توفى الساعه 5 الصبح. يا روحي يعني وريته اللي هو عاوزه ده وتوفى ابوه. قال لكم ايه وانتوا قاعدين كده كلكم؟ كان بيتكلم بيقول لك الساعه كام الساعه كام الساعه كام، يسالنا الساعه كام الوقت اللي هيموت فيه. ما وثقكمش وصيه؟ ما قال لكمش؟ لا ما قالناش حاجه. لا ما قالناش حاجه، بس كل الوقت يقول الساعه كام دلوقتي. لما اليوم اللي هو مات فيه الساعه 5. كنت انا جبت بقى ال 12 عيل واللي متجوز واللي لسه متجوزش فاهمه، وجبت مرات ابويا وامي. كانت سنه كام طبعا المسك ده؟ مش فاكره، كنت صغيره انا. في انت طول عمرك صغيره. انا طول عمري صغيره ومش هكبر صغيرة بقى خلاص. وانا عارفه اقول ابص يعني. بقى انا ماسكه على سنه معينه عندي 105 105 خمسة في عين العدل 25 سنه خمسة وخميس يلا. فطبعا مسكت ابويا مرات ابويا من هنا وامي من هنا. قلت له يا خدي يا حبيبي هم اللي انت بتوصيني عليهم هم بقوا جنبك اهو. يقول لنا الساعه كام؟ لغايه لما كنت انا طبعا تعبانه جدا مرهقه دخلت انام. ال 12 عيل او ال 11 عيل بقى راحوا في عين الباب عليا، ومن يومها بتخض لا يمكن اكون نامو حد يفتح الباب عليا. يا حبيبتي من الخض عشان دخلوا صريخ بقى. خلاص وابويا توفى. الله يرحمه يا رب. طولت العمر ليكي. والدتك الله يرحمها اتوفت بعد والدك بقد ايه؟ لا سنين سنين. اتوفت عندك في البيت؟ كنت موجوده؟ وابويا توفى عندي في البيت. يعني تصوري ان جابوا لي امي من كام سنه، جابوها كانت راحت تزور اهلها في الفلاحين. وبعدين جابوا امي ايد في رجل في الداء ودوها على مستشفى عندها جلطه في المخ 5 سنتي. يعني امي مش هتتكلم. وحد من اخواتي قال لي انت السبب اللي جبتيها كده. انا هموت بقى ما تفهميش ليه. شفت بتقولي لي ليه؟ وما انا زيك برضه قلت ليه؟ ما انا مش عارفه ما عملتش حاجه. هي لما راحت البلد كانت زعلانه منك؟ عمري ما زعلت امي. ما كانتش زعلانه. ما انا احكي لك اهو. طيب. ده انا بتمنى رضاها. عمري ما عملت لها اي حاجه. ده كانت تشوف اتخن مخرج جاي لي تشتمني شتيمه ما بعدها شتيمه. ليه؟ هي يعني ان هي يعني انت مش هتستعظمي عليا. تشتغلي ما بتشتغليش ما تفرقش معايا. مش هتكبري عليا. ايوه هو ده بالظبط. كانت تقول لي كده ما تفرقش معاها. كست جامده. ده الام كنت بتمنى رضاها. عمري ما رفعت راسي كده لامي ابدا في حياتي. وعشان كده الرضا يمكن عليا وفرحانه جدا ان دي الاثنين ماتوا مرضين عني. يا حبيبتي انت مرضيه يا فوفا. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. ما قلتليش يوم وفاه والدتك نقلتيها المستشفى؟ هي جابوها وهي في المستشفى، فجبت الدكتور شاف امي الامتياز، قال لي عندها جلطه ممكن امك بيت العلاج الطبيعي ممكن تمشي، لكن مش هتتكلم.
وانا اختي ضربتني بقى سفينه وقالت لي ايه انت اللي وصلتيها كده، فانا بقى هتجنن، انا عايزه امي تتكلم مش عاوزه ما تمشيش، يعني انا اجيب لها دكاتره يعملوا لها علاج طبيعي ومقتدر ان انا يعني اعالج احسن علاج، يعني ما تفهميش ايه اللي حصل، ما كنتش عارفه ايه اللي حصل. المهم اني جبنا لها استاذ بالليل، قال لي يا استاذه، قال لي يا مدام فيفي امك عندها جلطه في الكلام فمش هتتكلم. قلت له انا مش عاوزاها غير تتكلم، ابص لربنا كده فوق اقول له يا رب انا مش عاوزه من امي غير انها تتكلم، اشوف هي زعلانه في مني في ايه، طب عملت ايه؟ طب اقول لهم هم، طب هي قالت لكم انا عملت ايه؟ لا هي جت ساكته. فانا هتجنن عايز اعرف انا عملت ايه لامي. المهم مشوا وخدنا سويت فوق، قعدنا كلنا واقفين بالرجل لان احنا كتار ما شاء الله. قعدنا فوق، جه الدكتور الصبح الساعه 6 الصبح على الباب بيقول صباح الخير، مين اللي رد عليه؟ امي. صباح النور يا ابني، الحقيني بقى. رحت موطيه في الارض، يا ربي تاخدني بقى، تاخدها اللي انت عاوزه كفايه. اتكلمت امي، انت عارفه انا مين؟ قالت لي اه فيفي حبيبتي، وتعمل لي كده عند قلبها يا روح قلبي وحيات القران. والله يعني دي حاجات دي ما الانسان ما تكذبش فيه، بس انا بقول يعني ان عند ربنا كتير جدا، ان شوفي انا اتعمل فيا ايه وربنا في نفس اليوم. قلت لها زعلانه مني يا ماما؟ قلت لها اه راضيه عني يما؟ تقول لي طبعا فيفي حبيبتي، تعملي ايديها كده. اه والله فضلت قاعده 9 سنين بتدعي لي بس فيهم بعد الجلطه. 9 سنين بعد الجلطه دي، ما شاء الله 9 سنين ما تقولش لحد الا ايه؟ ماما. مين ماما؟ انا. انت الاكل ده جابته ماما، اكله ماما اقول لها كليه. كانت عايشه عندك في البيت؟ كانت عايشه عندي في البيت. كانت امي، احنا 5 بنات بقى 6 بنات بقى بيكي. انا مسافر عندي شغل ولا حاجه، يقوم ايه عايزه تندهلي عايزه حاجه، تقول لهم ماما على عايزه تندهلي يعني، او اخواتي موجودين ماما، فكل واحده منهم تقول لها نعم، تقول لهم ماما ما يرد ما ترضاش. مش انت في الاخر زهقت خالص، قالت لهم ماما. والله العظيم قالوا لي روحي تعملي لنا كده ماما. عشان انت يعني تخيلي. شوف يعني ال شرب ليه ما يضحك ان بني ادم، شوف يعني عاوزاني اللي بتشتغل يعني بتعمل لهم كده. وصيتك بايه؟ ولا حاجه. وصيتكيش على نفسك؟ ما قالتلكيش جمله؟ لا خالص. هي علمتني الجدعانه وازاي اكون جدع في حياتي وازاي، وتربيتها كانت مهمه جدا. 6 اخوات مش شققه من والدك؟ بنتين واربع شباب. بنتين واربع صبيان. بس علاقتكم تعتبر؟ لا طبعا. طبعا كانت طبعًا. يعني كان في تواصل؟ لا علاقتنا بقينا نسال على بعض. لا طبعا نسال على بعض ونتقابل مع بعض وكده. سبحان الله ان امك خلفت 6 ومرات ابوكي خلفت 6. مرات ابوكي توفت امتى؟ اتوفت قبل امي. قبل امي. رحتي عزاها؟ لا ما رحتش، ولا اخواتي راحوا ارضاء لامي يعني. اتصلتي باخواتك قلت لهم الباقيه في حياتكم؟ ممكن عادي يعني ده ممكن ولا مش فاكره؟ لا يعني عادي، ده اصل ده شيء طبيعي يعني. ايوه بس قلتيها؟ ممكن اكون قلتها مش فاكره. ممكن مش متاكده. شكلك ما قلتيهاش يا فوف. معلش يعني سامحيني بقى. عدي يا ليلى، عدي يا ليلى، عدي يا ليلى، ما نعمل ايه؟ عدي يا ليلى بقى. عمال اسالك صله الرحم تقولي لي فتوفت الست. مع الزيتيش يعني انا لو في دلوقتي، لو تساليني دلوقتي وفي سني ده هقول لك لا، كان لازم اقول لهم البقال لله يعني، ده مالهاش دعوه. الاخ اخ، وبعدين ده الواحد لما حاجه بتوجعه بيقول اخ. صح. يعني انا قصدي كده يعني، مش مبقاش قلبنا اسود من جهه بعض. البني ادم بيتغير كمان وبينضج مع مراحل العمر، فحلو الاعتراف ديسترو بالخطا. ديسترو. يا حبيبتي. ديسترو. الله يرحمه علمك حلو يا فوفا. علمنا ابويا والله. الله يرحمه.